يوصف بالرجل القوي ويطلق على نفسه أروع ديكتاتور في العالم. من هو نجيب أبوكيلا رئيس سلفادور القادم؟ سياسي ورجل أعمال سلفادوري لأب فلسطيني لاجئ وأم سلفادورية، مثير للجدل. يعتبره البعض رجل استعراض أبهر سلفادوريين بتبني عملة البيتكوين كعملة رسمية وبناء سجن ضخم لاستيعاب 40,000 من أعضاء العصابات. في المقابل اكتسب شهرة كبيرة بسبب حملته الوحشية ضد العصابات التي تم فيها اعتقال أكثر من 1% من سكان البلاد. زار إسرائيل حين شغل منصب عمدة مدينة سان سلفادور في عام 2015 وأثار غضب الكثير من الفلسطينيين. ويعد أبوكيلا سادس رئيس لسلفادور منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1992.